حلو بعدي. ميرسي. معلقه واحده حبيبي جنبي. ايه واحده؟ يا خبر ابيض. بسالك، ما انا بعمل كده وبسالك. ميرسي كده. في ناس، في ناس بتحط 6 7 معالق سكر وربع معلقه حليب، في ناس بتحط 7 8 معالق حليب وربع معلقه سكر، عشان كده حليب. السكر العادي ولا سكر؟ سكر عادي. سكر عادي ماشي. كم ملعقة؟ يلا ناكل بقى. اعمل له لون في ايه بقى؟ كم ملعقة؟ 3 معالق. معلقتين. اوكي. عملت له لبن ولا عايز نعمله انا؟ انا مش عارف، ما بعرفش اعمل لبن. ماشي. انا تخافش، ما تخافش، انا هجيبك انت انت وشيبوب، وتقعدوا تلعبوا هنا. اقعد تقع بس. نايم التاني نايم. بيترعش. ما تسيبوش كده على البتاع، انا بخاف. بتخافي يتهور؟ بخاف. يتهور؟ اه. اوعى تتهور. بس انا بصوت عليه وكل حاجه، لكن قلبي حنين، في قلب في الاخر يعني. بس كنت بتصوتي علينا احنا. كل. انت. خد. تفضل. ميرسي. تسلم ايديكي. دوق. قول لي عجبك. ميرال. 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 خلاص ميرال. ميرال. ما تشد حالك كتير. ايه؟ ما تشد حالك كتير. لسه كل شيء مرال. سيبيني اليومين دول اخد راحتي يا مرال. مرال. وين؟ لولو لولو يا كوكو. ودي 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 ودي. شكله جميل وهو خايف. عينه كده بتاخد رياكشن عجيب، بتلاقيها بقوا ضيقين. هتاكل. هتعرف تاكل لوحدك ولا هتفضحنا؟ لازم تتعلم تاكل لوحدك بقى، لازم. هيعرف ياكل لوحده اهو. ما بقتش صغير. بص، انت لو سبته هيتعامل مع الوضع غصب عنه. طيب. فهمت؟ اوطيك بالمناديل دي وانت مبلول. يا كميلة انت يا بطوطة. عايز اخد الايميل بتاعك. ها نظبط بقى فيسبوك وبتاع. بيس. لما نشوف هيعرف ياكل لوحده ولا لا، او هيفضحنا. هيعرف ان شاء الله. انا ممكن اسميه ان ان على اسم قط واحد صاحبي اسمه مصطفى. في واحد صاحبك عنده قط اسمه ان ان؟ ان ان. ومسمي ان الدجاج ايه؟ ان ان. انا ان الدجاج بيسموه. بجد والله؟ ان الدجاج، مطرح ما يحطوا الفراخ عايشين يعني بيسموه ان. في القط ان ان. ان ان. حبيت. القط ده بيغير. من ايه؟ ريحة الحليب هيدي غبية. بتاعت الحليب ده؟ اه. حليب بتاع حيوانات وقطط وحاجات غريبة. هو ده حليب حيوانات بجد؟ هو القط ده يعني من السرخسيات؟ أكيد من الحيوانات. سرخسيات. شو يعني سرخسيات؟ شو يعني سرخسيات؟ دي حاجات كنا بناخدها في الأحياء. ويكون سخن بس. تقولي حقيرك نحطه له في دي. هي دافية. أقرب له. في دي هيشرب. تعامل. حط بوزه في البتاعة. عارف. عارف بس سخنة؟ هيعرف لوحده. باب روني. باب روني. بالانجلش يا ميرال اسمها ايه؟ عن جد ما بعرف. باب روني. دم ولا ايه؟ ده مثل عارف الورقه لما تعمل هيك؟ بس بص عملت في رجلي ايه دي؟ اشرب يا كوكو يا خبر. كده كده. من دي ده؟ وقعت. اثبتي ايه ده؟ ايه رايك نحط له لبنه؟ انت بتستخف صح؟ مش اللبنه دي حليب. مشتقات الحليب، لكن ما نعرفش يعني حليب عادي. قال لك ما ينفعش. يا ميرال احنا في مصر من ساعات ممكن تحطي للقط في الشارع عيش ياكله. ده انت بتدلع. جايبين لك لبن مخصوص في مصر.
حبيبي شوفي لي هون في شيء قلم، عم تشوفي شيء قلم؟ بيعضي في ايدي. سنانك طلعت يا جزمة. انا لا نعرف ولا ايه اللي جرى لي بحبك، مش كده؟ انا لا نعرف انا مالي ولا ايه اللي جرى لي بحبك يا حبيبي بحبك. اول تجربة لي في الفنجان. صوتك الشاي جاهز. يخرب بيت ازعاجك. تفضلوا ساعدوا. زين عايزين له بيبرون. انا لو حليب احلى كده في الكروز اللي يجي عندي انا. هو بس يغطس جوه بايده جوه البتاع ده. يعني محمد عيب انت بتشرب انت وهو بنفس الفنجان؟ طلع من هون عادي. ده يزيد بركه. ده اللي يقرف من ده يبقى ما عندوش اي احساس. ده قطه. دي قطه جميله بريئه. بصي كائن لطيف. انا بس هو عمل حاجه مش حلوه عشان كده انا قرفت منه. بس انا ما كنتش اقرف منه. حاجه حلوه من اللي في بالي. حاجه مش حلوه من اللي في بالي عليكي. لا ده انت مش عايزه فوكاليز، ده انت عايزه سمكري يخش يسمكر لك زورك. ده ايه ده؟ لا صوتك بجد. لا لا ما تتعلميش منها العادات السيئة. لا من لا لا كنترول. لا اكتر حاجة استفزتني والله العظيم في التجربة دي ان انا كل ما اكلم حد في اي حاجة كل ما اكلم اي حد في اي موضوع وعايز الرفض، يعني مثلا انت مثلا هتعمل كذا عايز يقول لي لا اعملي كده. حبيبي لا كده اقسم نفسي اشوف حد يعمل لي كده او لا. جاي عندي يا يا لا لا دي روح دي حاجه لازم تتعود عليها يا محمد يا مغربي. ايه يا عمر؟ يا حبيبي لا لا تيم دي عادي. انا عندي حركه ثانيه. حركه مستفزه وممله. طب دي لا دي اوفر. تتعامل مع ام فد. ميرال. ها ميرال. لا لا ميرال. لا لا انا بستخدم السكه العادي. اوعك. لا لا انا هيدي اكتر واحده كرهتها. باي ذا واي باي ذا واي لا اكتر واحده كرهتها مين؟ رحمه و و ايه سبرينج ذا فيلد. هي كلمه ميرال عامله حالها ووتني. انا ابدا ما شبهت حالي بوتني. لا مش انت اللي طلعتي فيه. بس انا واو يا معفن يا معفن. فاكر نفسك في البحر. فاكر نفسك في البحر يا غبي. حط ايده شيء ثاني. انا ما حبيتها لا عادي من بين كل مسخره هذا ما حبيتها. حط ايده جوه الحليب. ادام انت طلعت عبيط كده ومش عارف ان ده مام. كرهت لرمضان امبارح الدفتر تبعي اتعبى. ايه اسمه؟ طب انا اقول لك حاجه، احنا هنحطوه في حاجه صغيره يعني كده مثلا فلات. ما عم يعني يا حبيبي تعال. شوف اللي جرى. نعم راي. انا بلا مايك. ليش انتوا بلا مايك؟ روحي جيبي مايك. يا نهار ايش اللي انت بتعمله ده؟ خلصت المناديل عليك انا. يا حبيبي تعال. انت حضرتك بقى في سوريا. شوف اللي جرى. في سوريا كنت بتعملي ايه يا ميرال؟ سوريا؟ خليني افكر. لا لحظه عم فكر. في دبي. في فين كنت عايشه؟ فين؟ الامارات. الامارات. حياتك كنت بتعملي ايه في الامارات؟ ماشي ماشي. راحت زينه تجيب لها المايك تبعها. ده مايك ساكته ما حتحكي. مايكك مش موجود ولا مايك مين؟ رحمه ما حتحكي لك. ساكته مسكره. سكريني يا كولي. رحمه رحمه.